طلابية، هو برنامج أسبوعي يطل عليكم عبر شاشة تلفزيون السلام، تقدمه لكم طالبات براعم الصحافة من مدرسة بنات دير الغصون الثانوية. يبحث البرنامج في أهم الاستفسارات والتساؤلات التي تواجه طلاب المدارس، ونتوجه إلى الأشخاص ذوي العلاقة لنناقشها ونجيب عنها. أسعد الله صباحكم مشاهدينا في كل مكان. في الحلقة السابقة تحدثنا وإياكم مع الأستاذة سلام الطاهر، مديرة مديرية التربية والتعليم، حول النظام التعليمي ومستجداته بشكل عام. وفي حلقة اليوم نتوجه وإياكم إلى الأستاذ إبراهيم بكر، رئيس قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم في محافظة طول كرم، للتحدث حول هذه التفاصيل بشكل أوسع وأشمل. اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم، وشكرا لاعطائنا وقتا، فنحن نعلم مدى انشغالكم بالطبع. تحياتي ست رسلان، يعطيك الف عافيه، كيف ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. في البدايه لن اتحدث بالشكل الاعتيادي، حاب ادخل في صلب الموضوع، المنهاج الجديد. في البدايه سابدا في المعلمين، هل تم اعطاء المعلمين دورات تدريبيه للتعاطي مع هذا المنهاج؟ طبعا المنهاج الجديد هو يعتبر من اهم السياسات التي خططها وزارة التربية والتعليم العالي، وأجرت عليها تحديثا وتطويرا وتغييرا جذريا كبيرا، شامل الشكل والمحتوى ولجميع المراحل وجميع الصفوف. أكيد بما أنه منهاج جديد وجرى عليه التغيير بشكل جذري، شامل تحديدا المحتوى، كان من باب الأولى والمنطق أن نهيئ المعلمين إلى هذا المحتوى لكي يتعامل معه بشكل سلس. وفعلا تم تدريب جميع المعلمين من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر، لأن المنهاج طبق في فلسطين حتى هذه اللحظة، حتى الصف الثاني الحادي عشر، على أن يستكمل في العام القادم الصف الثاني عشر. وأجرينا جميع الترتيبات اللازمة، عقدنا الدورات واللقاءات والورش، وجمعنا التغذية الراجع من المعلمين، ونحن الآن بصدد إجراء تعديل وتطوير على نعم منهاج جديد، والكثير من التساؤلات حول تغيير استراتيجيات التدريس داخل الحصة. يعني نحن كطلاب أين يجب أن نلمس هذا التغيير داخل الحصة؟ أكيد شيء منطقي، لأن بما أنه أجرنا تعديل واقع وجذري على المنهاج، يعني لا أود أقارن كيف كان المنهاج القديم من حيث المحتوى وما الجديد عليه الآن. في السابق كان المنهاج يميل إلى التحفيظ، لأن بمعنى أنه يحتوي على النقاط، يحتوي على الحشو المعرفي. هل منطق أنه الأستاذ أو المعلم يلجأ إلى الحفظ والتحفيظ للطلاب، فبالتالي بيلجأ الأسلوب يتلائم مع طبيعة المحتوى. الآن بما أن المحتوى تغير وأصبح يحتوي على أنشطة متعددة المستويات، منها استقصائية، منها إثرائية، منها استكشافية، لا يمكن أن تعلم أو تدرس بطريقة التحفيظ أو التلقين. فكان من المنطق أن يعتمد أساليب تدريس جديدة تعتمد على الطالب بشكل واضح. يعني أصبح الطالب هو الباحث، هو المتعلم الذاتي، هو الذي يسأل، هو الذي يناقش. فهذا فعلا ما حصل من خلال اللقاءات التدريبية التي قدمناها للمعلمين أثناء فترة التدريب على المنهج. جيد. الآن لم يتوقف توجه الوزارة نحو تغيير المنهاج، بل عمدت أيضا إلى تغيير سياسة تقسيم العلامات. ما الدافع من وراء تغيير العلامات؟ العلامة هي بالأصل ليست الهدف الحقيقي والرئيسي لا للطالب ولا للمتعلم، لكن وجود العلامة هي مرتبط باختبار. الهدف من الاختبار يعني هو الاختبار يرتبط بشيء اسمه أسمى وأكبر، اللي هو التقويم. والهدف الأساسي والأسمى من التقويم هو التحسين والتطوير. بالتالي العلامة هي تحصيل حاصل يجب أن تكون موجودة، أوكي ما عندنا مشكلة. هل حصل تغيير عليها من حيث الحجم، من حيث النوع؟ ليه؟ مثلا عندما كنت أتعامل مع منهاج قديم كنت أسأل، أوجه أسئلة تتفق مع طبيعة المحتوى. إذا كان عندي قصيدة أنا مضطر أحكي للطالب أذكر نص القصيدة الفلانية، أذكر أبيات بيت أو بيتين أو غير ذلك. الآن تغير المحتوى، أصبح يحتوي على أنشطة إثرائية واستقصائية. أوكي؟ هلا السؤال للطالب عن الذكر أو التعداد لا يتفق مع طبيعة المحتوى، فكان من الأولى والمنطق أن نغير أسلوب التقويم. التقويم الحالي أصبح يقيس شخصية الطالب بشكل متكامل. يعني سابقا كنا نحكي له أذكر، أرسم، عين. بالتالي أنا عمليا أنا فقط تحققت من قدرته على الحفظ والاسترجاع، وهذا الشيء لا يمثل إلا الجزء القليل من شخصية الطالب. الآن تنوع الأسلوب، تنوع التقويم بتنوع المحتوى. فأنا أصبحت عندما أوجه سؤال إلى الطالب أصبحت أهدف منه إلى قياس شخصية الطالب بشكل متكامل، بدقيس معرفته، بدقيس
قدرته على الحفظ، بدي أقيس قدرته على المهارات وامتلاكها، قدرته على التطبيق، والأهم شيء تماماً أن بدي أقيس امتلاكه للقيم والاتجاهات التي يجب أصلاً أن تتواجد لدى أي إنسان سوي الشخصية. من هون منطق جداً أن أغير في طبيعة الامتحان وأغير في حجم العلامة. ليه؟ لأني أنا حكمي على الطالب أصبح يعني يجب أن يكون دقيق، بالتالي يعني من باب أولى أن أرفع حجم العلامة. يعني سابقاً كانت المشاركة ما يسمى بمشاركة يخصص لها 10 علامات، الآن أصبحت بمسمى جديد وبحجم علامي جديد اللي هو وصل 30%. بالتالي إذا تغيير العلامات تقسيمها تغير بتغير طبيعة المنهج ومحتواه الجديد. طيب بما أننا بدأنا في موضوع التقويم النوعي، ما سبب تسميته بالنوعي؟ هذا يعني هو المصطلح بالمناسبة التقويم النوعي يرادف عدة مسميات. أول شيء أجا نقيض أو بديل للاختبار التقليدي. الاختبار التقليدي عادة ما بيغطي إلا أذكر ورسم عدد، يعني باختصار بقيس بالغالب الحفظ وشوي من بعض المهارات التطبيقية. الآن اتفقنا أن المنهاج أصبح يحاكي شخصية الطالب المتكاملة اللي هي معارفه، مهاراته، القيم والاتجاهات. هلا الاختبار الجديد أصبح من الأولى أن يقيس هذه المهارات. يعني حربا أو ردا على التسمية القديمة الاختبار التقليدي، أصبح شيء يسمى الاختبار البديل. بالمناسبة له عدة مسميات، ممكن أسميه اختبار بديل، ممكن أسميه اختبار أو تقييم واقعي، أو ممكن أسميه تقويم نوعي. ليه؟ لأنه بدي يقيس تعلم الطالب بشكل في بسياق حياتي. يعني عمليا أنا لو كلفت طالب يعد لي نموذج أو مجسم أو ناقش قضية، لا يعقل أن أحكي له أذكر لي أجزاء المجسم. التقييم الحقيقي اللي أنا أسأله أحكي له اشرح لي عن مبدأ عمل المجسم، كيف يعمل، وظائفه، استخداماته، تطبيقاته الحياتية. بالتالي أنا يجب أن ألجأ إلى اختبار آخر اسمه الاختبار البديل للاختبار التقليدي. ليه؟ لأنه بقيس نوعية التعلم. فمن هون جاء أطلقنا عليه عدة مسميات، ممكن يكون الاختبار تقويم واقعي، تقويم نوعي، تقويم حقيقي، أو تقويم بديل. طيب الآن سأتطرق إلى علامة التقويم النوعي، هي 30 علامة من أصل 100 علامة في المعدل، يعني أليس لها حجم كبير في المعدل؟ أليس كذلك؟ أنا رأيي أنها قليلة، بالعكس أنا شاعر أنها لسه 30% قلال. ليه؟ لأنه كنت الاختبار التقليدي بقيس جانب جزئية بسيطة جدا لا تمثل من شخصية الطالب إلا القليل، اللي هي قدرته على الحفظ. أنا بجوز من الناس اللي أكره الحفظ مثلا، أو كثير من الطلاب خاصة الطلاب المتميزين بحبوش الحفظ، يميلوا إلى أن يدرك ما يدور حوله ويكون له رأي ويفسر ويعلق وينتج. تاني بالضبط. هلأ في التقويم القديم كنا نقيس الحفظ بالغالب وشوية تطبيقات. التقويم البديل أو الواقعي أصبح يقيس شخصية متكاملة للطالب، معرفة، مهارة، قيم. هلا من باب المنطق ومن باب العدالة ومن باب الحق أن أرفع سقف العلامة. ليه؟ لأنه أصبحت العلامة يعني ما بيحصل عليها الطالب إلا من جهد كبير، مشاركته، تعاونه، رأيه الشخصي، تواصل مع زملائه، قدرته على التعبير، قدرته على توظيف ما تعلمه في سياق حياته ومواقف تطبيقية. بالتالي 30% لسه أنا حسب رأيي قلال. يعني الآن يشعر بقيمة العلامة، سيبذل جهد للحصول عليها. شارك عملياً في تعلمه وشارك في التقييم، وحكمنا عليه حكم دقيق وكامل، لأنه أصبح يحكي عن شخصية الطالب. ما هبط يعني أنا بطلت أحكي عن قدرته على الحفظ، لا، أنا صرت أحكي عن شخصية متكاملة قادرة على الإنتاج. في الفصل الأول أستاذ كان لنا كطلاب جولات واتصالات مع مدارس وطلاب، وجدنا هناك تفاوت وتباين بين وجهات نظر المعلمين في المدرسة الواحدة وأيضا في المادة الواحدة. يعني نوجد في البيت الواحد طالب طلب منه أستاذه وسيلة بسيطة، وطالب آخر مشروع بسيط، والآخر وسيلة ونشاط. يعني هذا التفاوت والتباين لربما سبب إرباك للطلاب أو للأهل. يعني بداية أنت بتحكي كأنك بدك تحكي عن التعلم والمشاريع وما يكلف به الطالب، هيك؟ لأنه جزء من علامة التقويم النوعي. تقويم، لأنه التعلم والمشاريع هو يعني لا يقيم إلا بالتقويم النوعي بالمناسبة. ليه؟ لأنه ما بقيس لا حفظ ولا أذكر ولا عدد. طالب بيشتغل بنفذ مهمة
المهمة لها عدة أشكال، ممكن تكون إعداد وسيلي، ممكن تكون إعداد بحث، ممكن يكون نقاش، ممكن يكون له رأي في قضية معينة أو تطبيق لما تعلمه في سياق حياتي. بالتالي التقويم البديل أو النوعي أو الحقيقي هو الذي يتلائم مع تقويم التعلم بالمشاريع. الآن لماذا المعلم يكلف طلابه بمهام تختلف على مستوى الصف، أو ليش المعلمين بيختلفوا من مدرسة لمدرسة أو من صف لصف؟ القضية لما أحكي عن التعلم والمشاريع أنا بحكي عن أسلوب تدريس. أسلوب التدريس مرتبط بشخص المعلم، أوكي؟ بمعنى يجوز والمنطق للمعلم أن يتفنن وأن يبدع في التنويع في أساليبه ويستحدث ما يراه مناسبا لطلابه حسب عمرهم، حسب قدراتهم، حسب البيئة، حسب البيئة التعليمية. هلا إذا حس إنه شعبة ألف السابع ألف أو ثامن باء قدراتهم وإمكاناتهم يعني متميزة أو متقدمة، بإمكانه يرفع من سقف النشاط اللي كلفهم فيه. على شعبة جيم أو صف آخر يجوز قدراتهم تكون متواضعة أكثر إلى حد معين، قد يرى من المناسب أن يكلفهم بمهمة أخرى. في كل الأحوال سواء تنوعت الأنشطة أم اتفقت، يجب أن تكون الأنشطة مرتبطة بالمحتوى، بمعنى لا يخرج كثيرا عن طبيعة المحتوى، بمعنى لا يكلفهم فوق قدراتهم العقلية، لا يكلفهم عبء مادي أو يضطرهم يلجأوا للاستعانة بشخص ما، مهني أو الوالد أو. يعني قضية التنويع أو اختلاف الأنشطة أمر طبيعي جدا، بس ضمن حدود في سقف معين، أن تبقى مرتبطة بالمنهاج، أن تتفق مع قدرات ومستوى الطلاب لهذه المرحلة. طيب أستاذ، يعني نستنتج بأن المعلم غير مقيد في نشاط معين للطلبة ويطرح ما هو مناسب للشعب المناسبة. طيب الآن ألن يكون هناك ظلم لربما أو محاباة في التقويم النوعي في علامته؟ إحنا نتمنى ونجتهد أن تكون العدالة ليست مطلقة، العدالة لله سبحانه وتعالى. العدالة المطلقة هي غير موجودة على الأرض، لكن هناك إحنا أول شيء نثق في المعلم ثقة كبير جدا، وقد تصل إلى الثقة المطلقة، لأنه هو المؤتمن، هو الحريص، هو الأدرى بطلابه، هو أعرف بحاجتهم، هو المطلع على المنهاج، وهو كل هذه الأمور. هاي من ناحية. من ناحية ثانية إحنا دربنا المعلمين جميعا ذو العلاقة بهذا الشأن، من تعامل مع التعلم والمشاريع، كل مدارس المحافظة اللي فيها من خامس لعاشر اجتمعنا مع المعلمين، عملنا لهم لقاءات ورش، أطلعناهم على فلسفة التعلم والمشاريع والتقويم النوعي والبديل، اجتمعنا عملنا لقاءات مع مدراء المدارس، زودناهم بنماذج، لأن التقويم البديل التقويم النوعي وليس لا يستطيع المعلم الحكم على الطالب من خلال لقاء واختبار أو سؤال وجواب فقط، لا، وبده يتابع أدائه بشكل تراكمي ومتسلسل على مدار فصل كامل حتى ياخذ 30 علامة، بالتالي حكمه بده يكون دقيق. فمن هون لابد أن تكون العلامة متلائمة مع هذا الجانب. ليه؟ لأنها يعني أنا بدي أقول إنه المعلم رأيه الشخصي مهم، بس برضه في عنده معايير، في ثوابت، في تعليمات، وفي أسس يجب أن يرجع لها ويعتمد. فنفترض العدالة إحنا، ونستبعد أن يكون المعلم أي معلم بهذا التفكير. الآن سأنتقل إلى الجزء الأكبر مساحة وحديث الطلاب الدائم، ملف الإنجاز. ياريت تعرفنا ما هو ملف الإنجاز، مفهوم ملف الإنجاز. ملف الإنجاز هو مفهوم قديم جديد إذا أردت أن أخذ معناه أو بعده. بالمناسبة ملف الإنجاز هو أحد أشكال التقويم النوعي أو البديل. ملف الإنجاز هو ليس جديد، حتى أقول والله إنه أنا استحدثت شيء وجبت شيء مستورد من برا أو بالعكس. بالمناسبة ملف الإنجاز أقصد فيه هي جميع أعمال الطلبة، جميع أعمال الطالب التي يمارسها أو ينجزها على مدار فصل أو عام دراسي، ويفخر ويعتز أن يحتفظ بها في حقيبته أو في ملفه أو في البيت أو في المدرسة. وأنا متأكد أن كل طالب عادة ما يلجأ إلى هذا الأسلوب. يعني أنت بتحكي، بتوقع أنه على ما شاء الله أنك طالب متميز، لا يعقل أنك حصلت على علامة كاملة وفي امتحان وتتلف الاختبار تاعك، صح؟ تحتفظ أنت في دروزي، تحتفظ في مكان آمن،
خاصة إذا كان الامتحان صعب يعني. بالضبط. الآن إذا شاركت في مسابقة أو نشاط أو حاجة معينة وكان لك ترتيب الفوز فيها، أكيد راح تبقي تذكري هذا الشيء. بالطبع هذا شيء يضعف. ممكن تذكريه بشهادة، ممكن تذكريه بصورة، ممكن تذكريه بدرع. أوكي، هل هذا اللي حصلت عليه أنا متأكد أنك راح تحتفظ فيه صح؟ طبعاً. وعادة ما كنا نحتفظ فيه في أماكن متفاوتة، ممكن في البيت، ممكن في المدرسة، ممكن في حقيبتي، ممكن كذا، وفي لحظة ممكن يضيع صح؟ بالطبع. الآن أنا كان الفكرة من ملف إنجاز أن أحتفظ بهذه الأعمال وهذه المنجزات التي أنا أعتز فيها أصلاً، وبالنسبة لي شيء مهم وتساهم في حكمي أنا كطالب على شخصيتي. أنا صرت أعرف أين نحن، أين أنا الآن. استطاع المعلم أن يطلق علي حكم دقيق، إن الاختبار زي ما حكينا الاختبار التقليدي اذكر عدد ينتهي مع انتهاء الرصد العلامي، لكن التقويم النوعي أو الملف الإنجاز يبقي ما حصل عليه الطالب ويستطيع من خلاله أن يعبر عن شخصيته. بالتالي ملف الإنجاز مفهوم البسيط هو عبارة عن جميع أعمال الطالب التي ينجزها خلال الفصل الدراسي أو عام دراسي أو حتى السنتين إذا كان في المرحلة الثانوية، وتساهم في معرفة شخصيته والحكم عليه. جيد. طب هل اتضحت الرؤية حول ملف الإنجاز من حيث استمراريته ومدى إلزاميته؟ وأنا يعني بوجه رسالة لكل من يرى أو يسمع كلامي، الآن ملف الإنجاز أصبح هو جزء أساسي وحقيقي من نظام التوجيه على الأقل في هذه المرحلة. أقصد في هذه المرحلة يعني المرحلة التعليمية، يعني على مستوى 11 و12 الحادي عشر والثاني عشر ملف الإنجاز أصبح جزء مهم وأصيل من تقييم الطالب وجزء مهم من الشهادة التي سوف يحصل عليها. بالتالي أقر هذا العام ولا بل من العام الماضي بدأنا، يعني أنا بحكي عن ملف إنجاز من الصف الحادي عشر لما أحكي عن الإنجاز المرحلة الثانوية، زودنا جميع طلاب المرحلة جميع طلاب الصف الحادي عشر بملفات إنجاز، أطلعناهم على محتوياته، أهميته، طبيعته، اجتمعنا مع المعلمين، أطلعنا مدراء المدارس على فلسفة الفكرة، والآن اتخذ القرار الرسمي بأن ملف إنجاز هو جزء وضرورة لكي يلتحق أو يتقدم أي طالب في المرحلة الثانوية إلى نظام إلى امتحان التوجيه يجب أن يمتلك ملف إنجاز. بالتالي هو يعني قانوني وإجباري لكل طالب في المرحلة الثانوية. طيب إذا اتضحت الفكرة أنه أصبح إلزامي أكثر في المراحل الثانوية. طيب أستاذ، في حديثنا مع الأستاذة سلام الطاهر تحدثنا حول طرح ملف الإنجاز وبدء التعامل معه في مراحل مبكرة كنوع تجريبي في المدارس الأساسية. طيب هل هناك رؤية للوزارة في السنة القادمة حول تعميم ملف الإنجاز على المراحل الأساسية والدنيا؟ يعني مشان أكون دقيق أكثر، أنا قلت لك في البداية ملف إنجاز هو ليس جديد، مش مستورد، مش وليد الساعة. إذا بدي أحكي عن المرحلة الأساسية، طلاب المرحلة الأساسية من الصف الأول حتى الصف الرابع الأساسي ما عندهم اختبارات. تقويمهم أصلاً عملياً بيتم من خلال التقويم النوعي أو البديل، لا اختبارات، فقط أوراق عمل، ملاحظة المعلم، في عندي قوائم رصد ومن الأدوات التي يلجأ لها المعلم في تقييم شخصية الطالب وإعطاء الحكم عليه مستقبلاً في حيث أدائه وقدراته. بالتالي ملف الإنجاز هو موجود في جميع المراحل بصورة أو بأخرى. طلاب المرحلة الأساسية كل معلم في عنده بيانات ومعلومات عن طلابه، من خلالها بيتبع على أدائهم، على تطورهم المعرفي والسلوكي والتحصيلي. هلا تجميع هذه البيانات هي كأنها بمثابة ملف إنجاز. أيوة. اثنين، طبقنا ملف الإنجاز في مدارس من الصف الخامس حتى الصف العاشر الأساسي في عدد لا بأس به من مدارس المحافظة، وكانت في خاصة بمدارس الإشراف التطويري اللي احنا بدأنا فيه نظام جديد في الإشراف اسمه الإشراف التطويري، أجى موازي للإشراف لأنماط الإشراف الأخرى. هاي ناحية. الناحية أخرى، احنا عمليا روجنا لملف الإنجاز بأشكال وصور عديدة، أطلعنا كافة معلمي المرحلة الثانوية على فكرة ملف إنجاز، طبيعته، محتوياته، أهميته، كيف يقيم. اجتمعنا مع جميع مدراء مدارس المرحلة الثانوية أيضا، أطلعناهم على الفكرة، أهميته، قانونيته، ضرورته. للعلم فقط، كل موظف في مديرية التربية على الأقل بدي أحكي عن وزارة التربية هو يمتلك ملف إنجاز. المشرفين عندي كلهم، كل مشرف عنده ملف إنجاز بتضمن أعماله
مهامه، إنجازاته، أي حاجة بحس إنها ضروري بالنسبة له هو محتفظ فيها ملف، هاي ملف إنجاز. إذا ملف إنجاز هو ليست مش إشي جديد يعني، ولا هو قد يكون المسمى شوي، بس إحنا عمليا حتى نظام التوجيه أصبح يسمى بنظام الإنجاز. إذا قضية الحداثة والمفاجأة في استحداث فكرة ملف إنجاز هي ليست مش موجودة. طيب ما هي الجهة المسؤولة عن متابعة ملف الإنجاز؟ ملف الإنجاز هلأ إذا بدي أحكي عن إشراف كرئيس قسم إشراف، إحنا في قسم إشراف أخذنا على عاتقنا المهمة الكبرى في متابعة ملف الإنجاز باجتماعاتنا مع المعلمين، إطلاعهم على طبيعته، على أهميته، على محتوياته، كيف يقيم، وإن زيارات تدريبية وزيارات متابعة وزيارات داعمة لجميع المدارس والمعلمين ومدراء المدارس. أيضا مدراء المدارس أصبحوا هم مش شركاء، هو من المتابعين أساسيين لملف الإنجاز كونه موجود في المدرسة، يتابع على كافة المعلمين المعنيين فيها. المعلم مربي الصف ومعلم الطلبة أصبح على دراية مطلقة وكافة في طبيعة ملف الإنجاز. إذا من يتابع ملف الإنجاز بدي أحكي عن إشراف بالدرجة الأولى، مدراء المدارس جميعا وجميع المعلمين وتحديدا مربي الصف. جميل. طب بالنسبة لمكان حفظ ملف الإنجاز، ملف الإنجاز بالأصل أن يكون لدى الطالب، هو ملك الطالب وحقه. هلا أين يحفظه والمكان اللي بده يحفظه بالضبط، هذه يعني قد تعود للمدرسة، طبيعة المدرسة. إحنا كنا لهم الملف يجب أن يكون في متناول يد الطالب. ليه؟ لأنه أعماله هاي إنجازاته، شيء بيفتخر فيه، شيء إنجاز حققه بده يرجع له ما بين الفترة والأخرى كل يوم. الأصل أن يرافق أن يحتفظ الطالب بملف إنجاز بطريقته، يأخذه على البيت يحتفظ فيه في مكان في المدرسة، في خزانة خاصة فيه، يرجع له في الوقت المناسب، بمعنى أنه هو المسؤول الأول والأخير عن ملفه. لكن مربي الصف ومدير المدرسة يجب أن يتابع هذا الملف ويسأل الطالب عن ملفه وعن محتوياته وطبيعته، يطلع على إنجازاته بالطريقة التي يراها مناسبة. ممكن تكون دورية، ممكن أسبوع، يعني ممكن أنا كمربي صف أو كمعلم أو كمدير مدرسة أسأل طلابي أو أحدد لهم يوم، بدي يوم الأحد جيبوا لي ملفات الإنجاز تكون معكم، لأنه راح أتعاون أتواصل معكم، أطلع على محتوياتها، أقدم لكم تغذية راجعة، أطور في المحتوى وأضيف ذلك. بالتالي الأصل أن الطالب هو الذي يحتفظ في ملفه لأنه هو المسؤول عنه. المكان قد يتفاوت، يعني إذا المدرسة فيها مكان خاص بها ونعمت، ما في ممكن الطالب يأخذه على البيت. باختصار هو مسؤوليته ومهامه وتحت إشرافه ومتابعته. عذرا على المقاطعة، ولكن هل يمكن لمدير المدرسة أو للمعلم إلزام الطالب في مكان حفظ الملف؟ إذا وفر له مكان مناسب ويبقى الملف في متناول الطالب، شكرا للمدير أو للمعلم. نعم. لأن الطالب هو المسؤول عن ملفه، وهذا شغله، حاجاته. كيف يحفظه؟ إحنا بنقول له أنت هذا شغلك، يجب أن تبقى مطلع عليه ومتواصل. هلا ممكن إحنا نساعده إذا وفرنا له خزائن أو أماكن يحتفظ فيها في المدرسة ورجع لها بين فترة وأخرى، ما عندنا مشكلة. طب إن تعرض لإتلاف أو يعني للملف، من سيتحمل المسؤولية؟ إحنا بنفترض أن الملف هو مثل أهم من حقيبة الطالب. إذا بدك تسميه هويته سميه هويته، لأنه لا يحق للطالب أن يلتحق أو يتقدم إلى امتحان التوجيهي إلا بوجود ملف إنجاز. هذه حقيقة أصبحت موجودة الآن، وغيرنا اسم نظام التوجيهي إلى الإنجاز. إذا ملف الإنجاز هو أصبح يعني بصمة لكل طالب، إشي أساسي ضروري له. الآن أنا ما بفترض أنه ضيعه، بس في أسوأ الظروف قد يكون ضاع. أوكي؟ الطالب مسؤول، المعلم مسؤول، مدير المدرسة مسؤول، لأنه التعليمات يجب أن تكون واضحة ويذكر الطالب ويتابع وجود الملف مع الطالب كل يوم كل حصة بالطريقة الدورية التي يراها مناسبة. نعم، مثلا أنا في مدرستي تم توفير خزانات مناسبة لحفظ ملف الإنجاز فيها. طيب أستاذ، بالنسبة لتقييم ملف الإنجاز، هل هناك علامات على ملف الإنجاز أم هناك نظرة أخرى لكم؟ هلا ملف الإنجاز هو كما مثل ما حكيت هو أحد أشكال التقويم النوعي أو البديل. عندما أقول تقويم نوعي معناته أنا بدي أدرس شخصية رزان وهي جالسة وهي تحكي وهي تناقش وهي تعد في السؤال وهي تقدم في السؤال، كيف تستجيب، كيف تستمع، تصغير الإجابي. هلا حكم عليك بده يكون من خلال ملاحظة، يعني أبدأ أرصد قديش أنت استجبتي للجو العام، هل أنت ممتلكة لهذه المهارة ولا لا. الآن سؤالك أنت بالتحديدا بدك
كرير السؤال. انه هل هناك علامات على ملف الانجاز أوكي. ام تقييم عادي؟ اوكي، هلا انا مشان اطلق حكم على رزان او على اي متعلم كحكم نوعي وتقييم بديل، هناك معايير واسس وبنود يرجع لها المقيم، ممكن اسميها روبريكس او مصفوف التقويم. اقول طريقه جلوس رزان لها مثلا علامه من الاربعه، اذا كان جالس رائع طريقه صحيحه ممكن اعطيها 4/4. البند الثاني، البند الثالث، البند الرابع، فبالتالي في عندي اسس وفي عندي معايير يرجع لها المقيم ويضع علامه، لكن هالعلامه فقط تستخدم لاطلاق الوصف الابعد. ليه؟ لانه احنا حاليا ملف انجاز وكونه هو اصبح ضروره ولا يلتحق الطالب الا بملف انجاز، وسوف يكون وصف وتقديرها سوف يوضع للطالب علامة تقديرية وليس علامة رقمية على أدائه في هذا الملف، لكن أنا كمقيم يجب أن أحتفظ بعلامي حتى تعتبر بالنسبة لي مرجع لوصف. يعني ممكن أنا يعني إذا كنت أخذت 30 فما فوق من 68 هنا أقول علامتي تقريبا مقبول. هلا مش رح أوضع علامة للطالب على الشهادة، رح أوضع له التقدير العام، مقبول، جيد جدا، ممتاز. العلامة ضرورية، إذن ضرورية لبناء التقدير العام للطالب. أستاذ قلت لا يلتحق الطالب إلا بوجود ملف الإنجاز، يلتحق لماذا؟ للثانوية العامة، لامتحانات الثانوية العامة؟ امتحان الثانوية العامة. نعم، لا يلتحق الطالب إذن إلا بوجود ملف الإنجاز. إلى امتحان الثانوية العامة إلا إذا أثبت من خلال لجنة التقييم أنه يمتلك ملف إنجاز بغض النظر عن المحتوى، المحتوى طبيعة المحتوى هي يرجع للطالب. ترجع للطالب وراح ياخذ حقه فيها، يعني ممكن يكون مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز. انما يجب ان يكون ملف انجاز ضروره. اذا رساله الى طلابنا، يجب عليكم الالتزام بالحاق ملفاتكم في ملف الانجاز للالتحاق بامتحانات الثانويه العامه. الان برجوع الى موضوع التقويم النوعي، ما هو السقف الاعلى او الادنى لعلامات التقويم النوعي؟ هل هناك فكره واضحه عن هذا؟ التقويم النوعي يعني مشان ضبط العلامه، يعني وحتى ما يكون ما في اجتهادات من المعلمين. هناك حسب أسس القياس والتقويم التي أقرت وزارة التربية والتعليم العالي أن علامة التقويم النوعي هي 30% من حجم العلامة الكلية لأي طالب. طبعا كيف يحصل عليها؟ طبعا احنا قسمناها في جزء منها عند الشهرين والجزء الآخر ما بعد الشهرين، وكل جزء منهم في عندي معايير يلجأ لها المعلم في الحصول على في حصوله على أو وضعه لعلامة الطالب، منها مشاركته، تحضيره، وتواصله مع زملائه، كتابة تقارير، أبحاث، إعداد وسائل، نماذج، باختصار يعني مهاراته العامة وقيمه واتجاهاته. جيد. الآن في هذا الجزء رح أتحدث عن موضوع آخر مهم، يعني اللي بشغلنا إحنا كطلاب عند استلام الشهادة، علامات التربية الرياضية ومادة الفنون الجميلة. نجد أن هناك إشكالية في وضع هذه العلامة من عدة نواحي، يعني من توحيد علامات الرياضة والفن مثلاً لأوائل الطلبة أو استبعادها من حساب المعدل. ما وجهة نظرك؟ تقترحي نوحدها يعني أو نستبعدها؟ أنا أقول بعض المشاكل التي تواجهنا يعني من وجهة نظري أنا، يعني حسب مرتبطة بعلامة الفن. صحيح كلامك، هذه يعني بصراحة أنا بتأرق نقول مع نهاية الفصل أو مع توزيع الشهادات نشعر أنه في تفاوت في وجهات النظر أو قناعة الطالب أنه هو يستحق أكثر، أولي أمره قد ينظر إلى العلامة على أنها ليست الحقيقية لابنه أو لأخوه أو لغيره. في البداية أنا حابب أوجه رسالة لكل من يتابع ويهتم في هذا الأمر، مبحث الرياضة ومبحث الفن هما مبحثان أساسيان وضروريان كما هو بالفيزياء والرياضيات والجغرافيا والعربي والدين، في لهم محتوى، في لهم أساليب تدريس، في لهم معلمين مختصين، في لهم أسس وأساليب تقويم تتفق مع طبيعة المحتوى. هل ما يميز علامة الرياضة أو مبحث الرياضة ومبحث الفن أنه طبيعة المادة ما فيها نصوص، ما فيها محتوى مقروء ومكتوب كثير، هي تميل إلى المهارات والأنشطة والقدرات التي يجب أن يمتلكها الطالب. عشان هيك عندما أقول لما سألتيني تقول لي هل علامة الطالب تقويم نوعي 30، إذا كان بالفيزياء والرياضيات والاجتماعيات والعربي أنا قلت 30 مش كافي، بفترض أنها في الفن والرياضة تكون 70-80-90%، لأن طبيعة المادة إيش هي؟ كلها مهارات، تطبيقات وأنشطة لها علاقة بشخصية الطالب. بالتالي هنا تكمن الإشكالية،
طبعا رغم وجود اسس ومعايير ثابته يعني معلمي الرياضه ومشرف الرياضه ومشرف الفن بتابعوا هذه القضيه بشكل تفصيلي في معايير واسس تقييم لمبحثي الرياضه والفن. هلا لانه حجم علامه التقويم النوعي فيها كبيره، ما بدي احكي انه والله هو راي الشخص، راي المعلم الشخصي هو اللي بيحكم، لا، بس المعلم هو لا يحكم على الطالب من خلال سؤال اذكر وعدد وتنتهي ابيض اسود، لا، التقويم هنا تراكم يستمر على مدار الفصل كامل. يعني المعلم يكون عادة محتفظ في سجل جانبي لرزان لزميلتها شاركت في هذا اليوم، أحضرت التلاوين، كانت لابسة زي الرياضي، تعاونت مع زميلاتها، نفذت الحركة أو النشاط أو المهارة بدقة وإتقان، وبيرصد العلامي في حينها. هلا في جزء من التقييم هو يعتمد على الملاحظة، يعني ما في أذكر عدد. تالي أنا بدي أفترض أنه يعني العدالة موجودة لأنه أصلاً في أسس ثابتة، لكن قد تتفاوت من معلم إلى آخر لأنه أحياناً بيكون فيها رأي شخصي مرتبط بالملاحظة بما هو شاهد عن أداء المعلم، عن أداء الطالب وإنجازه في هذه. طب لماذا لا تتعدى يعني المستوى أو الحد الأعلى لعلامات الفن والرياضة 95 أو 96؟ طيب أيعقل طالب مجتهد بالفيزياء أو المحاسبة أو التاريخ 100 100 100 ويحصل على مادة 95 أو 94؟ يعني هذا يؤثر جدا على المعدل، يعني أيعقل؟ يعني أنت كأنك بدنا نهمش مبحثي الرياضة، نقلل من شأنهم؟ لا طبعا نحن لا نهمش، ولكن اتفقنا من البداية أنه مبحثي الفن والرياضة أنا حسب رأيي وتقديري الطالب بتهمه وبيعتز فيها وبتمناه وبينتظرها على أحر من الجمر. طبعا الحصة المفضلة لكل طالب مفضلة أكيد. وفعلا هي عمليا تساهم في صقل الشخصية بشكل طبعا تخلق عنده الذوق، المهارة، التطبيق، الحس وتوسيع المدارك بالضبط. بالتالي هي العلامة مهمة بالنسبة للفن والرياضة. احنا الاصل قلنا لك انه في محتوى، في اساليب تدريس، في اسس تقويم خاصه فيها. هلا مش بالضروره انه يكون المبدع والمتميز بالفيزياء والرياضيات ان يبدع بالرياضيات بالرياضه او العكس. هلا المنطق بيحكي انه ان الطالب يجب ان ياخذ حق في كل مبحث مستقلا عن غيره. هلا في عرف انا بحس انه احيانا سائد في بعض المدارس انه في عندي الخمسه الاوائل في صف معين، صرت ألمس شيء إنه بعض مدراء المدارس بتواصلوا مع المعلمين بحاولوا يقللوا من الفارق حتى لا يخلقوا التساؤل اللي أنا بعتبره غير مشروع بالمناسبة، لأنه الفن والرياضة هم مبحثان أساسيان لهم محتوى، أساليب تدريس، أسس تقويم، بالتالي الطالب يجب أن يأخذ حقه فيهم بغض النظر عن علامته بالفن بالمباحث الأخرى الأكاديمية. هلا ليش ما يأخذش يعني أكثر من 95؟ لأنه الكمال لله، المهارات التي يجب أن يمتلكها الطالب واسعة ومتعددة. نعم. قدرته على إتقان أي مهارة هي نسبية. طب أستاذ عذراً على المقاطعة، ولكن أيضاً العقل، القدرات العقلية أيضاً متفاوتة، فإذا بدنا نربط النشاط البدني المتفاوت مع النشاط العقلي أو القدرة العقلية للطلبة، فعلامة الطالب في الفيزياء يجب أن تقيم حسب قدراته العقلية، أليس كذلك؟ هلا بالتقويم النوعي راح تلمسي هذا الشيء، أنه أصبحت العلامة 30%، تخيلوا في العام القادم أو عام قادمة زدنا علامة التقويم النوعي صار 60 أو 70%. نعم. راح يعني السقف هذا 100 اللي بتسكر 100 بالفيزياء أو الرياضيات راح ينزل، يتلاشى، ينضرب، راح تشعري انه بطل 100%. ليه؟ المية تعني الكمال في اي مجال، وانا ما حسب تقديري لا يوجد ما هو كامل 100% لا بالفيزياء ولا الرياضيات. مثل ما في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية لا يحصل طالب على علامة تامة. اصلا انا حسب رأيي لانها لغة. يعني 100% يعني هو ابو العربي وابو الفيزياء وابو الرياضيات، وهذا الحكي لا يعقل يعني، وهالمعلم نفسه هو ما اخذ الا القليل من تخصصه، فما بالك في الطالب؟ يعني طيب الآن إذا كان الطالب متميز ومجتهد أيضاً في الرياضة والفن، يعني أجهتين مع بعض، لماذا لا يحصل على علامة أعلى؟ يعني حكينا الأصل أن يحصل على علامة القصوى التي يستحق. نعم يعني هو يستحق 99 بالفن
مبارك عليه ونهنئ ونبارك له. أستاذ أعلم أطلت في هذا الموضوع، ولكن فعلا نواجه مشاكل عديدة في هذا الموضوع عند استلام الشهادات، وأنا من إحدى الطالبات التي تواجه أيضا هذه المشكلة. يعني أحصل على المعدل العالي مثلا 99 والعشر علامات المتبقية في مادة الرياضة والفن، مع العلم أنني أيضا في الرياضة والفن لا بأس به. هلا أنا ما بدي أحكم على جميع المعلمين كيف قيمتك معلمتك أو المعلم في المدرسة الفنية أو غيرها. إحنا عادة كأشراف أو متابعين مدير التربية، إحنا يعني التعليمات واضحة للجميع وثابتة أن هناك أسس معايير وأسس ومعايير لتقييم الطلبة في مبحث الرياضة والفن، وبندعمهم فيها وبنزودهم بنماذج وبنتبع على إشكالياتهم ونقدر احتياجاتهم بنحاول نطور أدائهم. هلا قد تتفاوت يعني التقدير، لأنه تقويم نوع زي ما حكيت هي جزء منه الملاحظة. هلا ملاحظة المعلم في حين هي لحظة متابعته لأداء طالب معين، ما بدي أحكي إنه بيجتهد، بس هو بيكون شاف هيك في هذه اللحظة وأعطى العلامة التي يراها مناسبة على هذه المهارة أو على هذه الجزئية. إذا أنت بدك توحد العلامة بجوز تكون فيها شوية ظلم، بالعكس فيها ظلم. لكن أنا بجوز يعني قد أرى وأتمنى أن يكون مستقبلا أن نغير من طبيعة وصف أداء الطالب في الفن والرياضة. هناك بديل آخر بقلل من حساسية وبقلل من النظرة الدونية، ليش أنا 99 بالفيزياء و100 بالرياضيات و100 بالعربي لكن 95 ما هي المشكلة تكمن في المقارنة. في بدائل يعني بتمنى أنها يعني أن يؤخذ بها مستقبلا، نستبدل العلامة الرقمية بتقدير. لما أحكي من 90 ل 100 ممتاز خلص، يعني أغلقنا أبواب التساؤل، ليش رزان أشطر من دانا، ليش أشطر من كما في الصف الحادي عشر. بالضبط. هلا وفي من هذا في توجه أن نستبدل بعض الصفوف، نستبدل العلامة الرقمية بتقدير، وهذا بتوقع يعني أنا أعطيته حقه كممتاز، لكن يعني أزلت التساؤل واللبس اللي ممكن يشعر فيه الطالب. نحن نعلم أن معلم الرياضة والفن هو معلم مختص في غالبية المدارس، إذن العلامة موضوعة أكيد في شكل دقيق وحسب ما يرى المعلم. الآن أستاذ ننتقل بعيدا عن الدراسة والمناهج، حابة أسألك مجموعة من الأسئلة وتحكي لنا وتوصف لنا إياها بكلمة، وماذا تعني للأستاذ إبراهيم بكر؟ لنبدأ في فلسطين، ماذا تعني الأستاذ إبراهيم بكر؟ فلسطين الأم الحنون. الأم ماذا تعني؟ الأم لإبراهيم بكر تعني كل شيء، الأم والأب ونعم أتمه الله. جامعة النجاح؟ مؤسستي التي أعتز بها، لأن دراستي البكالوريوس والماجستير في النجاح ففيها المؤسسة التعليمية والوطنية كمان. نعم. مادة الأحياء؟ الأحياء تخصصي وأنا أفخر أن أتخصصت بالأحياء. بحس في الأحياء هي بتزودني، ربطت لي العلم بالجسم، بالصحة، بالطب، بالدين، بالحياة. مدينة قلقيلية وقرية جت؟ قلقيلية ذكية على فكرة، درست فيها 3 سنوات في محافظة قلقيلية، وأحترم أهلها وناسها وعشت معهم فترة طويلة. وقرية جيت هي مسقط رأسي التي هي حلم أسعى إلى تحقيقه، وأنا عمليا يعني أعيشها ما بين الفينة والأخرى. ومدينة طول الكرم تفخر بأناس مثلك أستاذ. طول الكرم هي كل شيء بالنسبة لي. الآن سأنتقل إلى السعودية، ماذا تعني؟ السعودية وهناك حادثة حصلت معك أستاذ، حادثة السيلان، السيول التي حدثت في السعودية، هناك حادثة ما حصلت. ذكرتيني في مناسبة غريبة جدا، ما بعرفش كيف حصلت على المعلومة. يعني سر المهنة أستاذ. هذه من المواقف اللي لا تزال عالقة في ذهني في السعودية. طبعا السعودية أنا بحترم بلد إسلامي وفيها أقدس المقدسات والمكان اللي هو كل العالم يحنو أن يصل إليه. عشت فترة مناسبة قاسية كانت بالنسبة إلي. فباختصار يعني أنا مرة كنت راكب سيارة جيب، ومريت من واد عرضه أكثر من 2 كيلومتر. دخلت السوق
كانت الجو يعني صافي، ما في امطار، ما في شيء، دلائل تدل على انه في خطوره بالمعنى. هلا غبت تقريبا ساعه، اثناء العوده رجعت لنفس المكان مشان اختصر لفي، الجيب كان مرتفع بامكاني امر من الواد. تفاجات والا بسيل قادم، لدرجه اني في البدايه انا ما فكرت انه مي موضوع في الليل طبعا الحكي بعد العشاء بعد صلاه العشاء مفاجئ كان يعني. طبعا لو انا رايح دخلت السوق مريت من واد ما في شيء، رمال وجفاف ما في اي مشكله. بعد ساعه عدت من نفس المكان نفس المره اللي مريت منه، فتفاجات في شيء يعني في انعكاس لضوء السياره تاعي. تسألت غريب يعني ايش من هذا، ايش مصدر الضوء هذا؟ طبعا دققت بسرعه وقال لي هي مياه جاري بعرض الواد وبارتفاع غريب جدا. يعني من الاخر كدت ان اغرق، وكانت للاسف باقي لنا يعني اسبوعين على العوده النهائيه. هذا الحكي كانت في العام 1996. اللي احزنني كثير انه كل العيله معي، كان عندي بنات تنتين وزوجتي وانس، كان فانا نسيت حالي، بس اتمنيت ان ارجع على فلسطين او على الاقل اولادي يرجعوا على فلسطين سالمين. اطال الله بعمركم. الحمد لله رب العالمين. يعني هذا كان اختبار ما قبل العوده الى ارض الوطن. نعم أستاذ إبراهيم لا يمل طبعا من الحديث، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لكم مشاهدينا، كانت معكم في التقديم رزان خضر، وفي التصوير علاء أبو صاع، براعم الصحافة.